السيد الرئيس، السيد الوزير اسمح لي نقول لك التعميم ما كاينش، وصعيب يكون واخا باقي لكم سنه والجماعات والجهات كلها ديالكم، ويمكن تعملوا معها شراكات ويكون التعميم، لكن للاسف صعيب يكون. اللي شفناه السيد الوزير جوازات اخرى عملتها الحكومه ديالكم وحاولت انها تنشرها هي الهبال، وكذلك دعوه للمجاهره بالعلاقات الرضائية واعتبار الشباب جينيور وليس سينيور. السيد الوزير للأسف هذه الحكومة اللي قدرت تقوم به هي أنها رفعت من نسبة البطالة إلى 13.7%، وكذلك حاولت أنها تجعل 4 مليون الشباب ما بين 15 و35 سنة لا شغل لا تكوين لا دراسة. السيد الوزير واخا حاولتوا أنكم تنشروا ثقافة التفاهة، لكن هاد الشباب يعني تبارك الله عليهم قادرين يعرفوا شنو يخصم. للأسف بلادنا عرفت أكبر عملية هجرة في تاريخ هاد الحكومة، واللي الآلاف ديال الشباب اللي تواجدوا في الفنيدق وحاولوا أنهم يمشيوا نحو سبتة، وفي الحقيقة هذه وصمة عار في جبين هاد الحكومة. السيد الوزير سياستكم للأسف هي إفراغ المغرب من الشباب، وكذلك تجعلهم أنهم يئسوا وأنهم يحاولوا يفكروا في الهجرة، وما تقوموا به مع طلبة الطب هو خير دليل على ذلك. فقدوا الثقة، برنامج أوراش هو برنامج للمقربين، برنامج فرصة هو برنامج للمقربين، وكذلك برنامج للمحاباة. للأسف سياسة الفوت تجوك شافنا طاحوا صح والله شايين. اخويا ما انا ما يدار اش ندير، شاد البلاد ما فيها والو. جاي من كازا باش نهاجر. من كازا كلشي كاز. عمان اخويا. لا دخلنا ورجعونا عمان. عمان انا قلت شوف حالتنا كي داير. خصنا نقاوموا. خصنا نقاوموا ونوصلوا للهدف اللي بغينا. عزل شي ورا واحسن زعراطي. خاطر الزعراط، خاطر الزعراط، وهذا خاطر انور خويا، خاطر خويا انور، وزكريا الطوبيس، زكريا الطوبيس، عشير زوزيف، خاطر خويا شيف العالم، وعلان وكلامو، وعلان وكلامو، احنا خويا لاس بارموزا. ليش؟ ماشي يدخلوا سبت شي عام وانا كندخل عاد دخلت هاد السخانه هادي في الداخله ديال التوريس ديال مصر. لا يا عاوتاني كنقول لك باسبور انا عاوتينا كدار رافع وما خليت فيه دراتي ملي ليا قصر صغير طنجه صداق اجي لي ربي تيسير في سبت وقول سبت في باب الديوانه وشي 10 شهور او من كارن كرفانه مكارن كرفانه او استجاب لي ربي تيسير خدني هنا خدنا الناس برت المعيشه محركه عاوتينا كدعراف معيشه محركه احسن من ديك المغرب اييه وكاد اللي كنتمنى كيتسمى دابا ويسهل علينا ربي الله يسهل طلعوا نطلعوا للغربه دبروا على راسنا والمعيشه اللي كنعيشوا راسنا ونصوفي الوالدين والمعيشه اللي كنعيشوا هنايا كيتسمى صعيبه شويه ولكن الحمد لله الحمد لله اللي خلقوا ما يضيعوا كيتسمى اللي خلقنا ما ينساش الحمد لله نهار اللي يسهل علينا ربي عاود افعل ما كاين والو قال لك الغربه واخا برو تايلا ما حتى الا عذباتك مزيان اجي على النار وتفرح اجي على النار غادي تفرع وكدا وغادي ننسى ديك العاده بكامل. يا ربي وريني شي علامه بين لي راه كاين الربح في هاد البلاد شويه يا ربي.